أهم مشكلة فيها هي ضعف الموارد تبع المحكمة. المحكمة مواردها المالية ضعيفة، احتياجات المحكمة أكثر من الإيرادات اللي تيجي بكثير، فلذلك إحنا علينا كسر للرواتب حوالي 10 شهور. في ناس في موظفين من 10 شهور ومن سنة مش راضين راتبهم. موضوع الكهرباء، صار لنا 3-4 سنين بدون كهرباء طبعا، عن يعني الانهار عن طريق المولدات ومصروف كبير بالنسبه للمولدات. موضوع المياه، المياه كمان احنا عن طريق خزانات يعني صهاريج المي عم بتم شرائها، كان في بير ويعني اتلف البير وغير صالح للعمل، فهذه المشاكل هي اللي عم يعني نعاني منها بشكل كبير داخل المحكمه.